طيب تعال نتكلم عن فكرة النود مديول سيستم. ان احنا في النود بنعتبر كل فايل من دول هو عبارة عن مديول. الاب دوت جي اس ده عبارة عن مديول، الفيرست ده عبارة عن مديول، السكند عبارة عن مديول. فتخيل لو انا عامل فانكشن هنا، الفانكشن دي مثلا اسمها جيت كورسز، تمام، والفانكشن دي هتريترن مثلا اري باسماء الكورسز اللي موجودة، زي مثلا هيرجع لي جافا، يرجع لي نود، هيرجع لي نود، يرجع لي مثلا سي شارب، اي حاجه وات ايفر. طيب الطبيعي لو انت كنت عاوز تعمل كولينج للفانكشن اللي موجوده عندك، هتبدا تقول له جيت كورسز خلاص وابدا استخدمها. طيب لو انا عندي سكند كان عاوز يستفيد من الفانكشن اللي موجوده دي، وهعمل رن كده واقول له نود انا عاوز استفيد من سكند. طبعا هيقول لي ان جيت كورسز اصلا مش موجوده لانه مش شايفها، لان زي ما اتكلمنا في الليسون اللي كان قبل ده، اللي هي فكره الجلوبال اوبجكت اللي موجوده عندنا، ان جلوبال مش بيضيف اي ممبرز موجوده عندي انا كاتبها، خلاص هو على قد مقتصر على قد الجلوبال اوبجكت اللي هي اقدر استخدمها في اي مكان مفيش مشاكل، اللي هي مثلا زي المجموعه اللي موجوده هنا، كانت مجموعه الميثود دي مديول بروسيس ريكيور سيت تايم اوت سيت تايم انترفال يو ار ال، هم دول بس اللي موجودين، اي حاجه ثانيه لا. على عكس الويندو اوبجكت اللي موجود في البراوزر بقدر اكسس على اي حاجه زي ما انا عايز. طيب الحل هنا ايه علشان اقدر استفيد من اي فانكشناليتي موجوده عندي اقدر استخدمها؟ تمام، لازم سكند يروح يعمل يضيف الميثود اللي اسمها ريكيور. طيب ببدا اقول له سنجل كوتيشن واقول له على انا عاوز استخدم الفيرست اللي موجود معايا. طب لو انا جيت اعمل رن برضو مش شايف الميثود اللي اسمها جيت كورسز. ليه لازم مش شايف الميثود اللي اسمها جيت كورسز؟ ما انت خد بالك من حاجه، انت قدام بعد كده في البروجكت بتاعك هتقدر تنادي اكتر من مديول موجود عندك. يعني ممكن يكون عندي ريكيور المديول اللي هو بتاع سيرد، ريكيور للمديول اللي اسمه فيرست او سكند وات ايفر. انا اعرف منين ان جيت كورسز حضرتك قاصد تناديها من المديول اللي اسمه فيرست؟ فعشان كده انا محتاج اعمل ايه؟ اقوم جاي المديول ده استقبله في متغير مثلا وليكن اسمه فيرست. اوكي، طيب بعد كده علشان انادي اي حاجه هقول له فيرست دوت جيت كورسز. اوكي، هقول له فيرست دوت جيت كورسز. بس تخيل لو انا هقول له كونسول دوت لوج عشان اطبع الريزلت دي، وتعالى نشوف لما انا هقول له فيرست دوت جيت كورسز هيتقرا ولا مش هيتقرا. خلاص اعمل رن، قال لي برضه انا مش شايفها. ليه؟ لان الراجل صاحب الفايل اللي اسمه فيرست اللي كاتب فيه الميثود اللي اسمها جيت كورسز لازم يحدد مين الميثودز او الممبرز اللي موجوده عندي هتتشاف. علشان كده محتاج ان انا اقول له مديول، انا المديول بتاعي هقدر اكسبورت الممبر اللي اسمه جيت كورسز، اسميه جيت كورسز، واقدر اعمل له اكسبورت بالشكل ده. يبقى انا بدي جيت كورسز، بدي الافيلابيلتي ان اي مديول تاني يقدر يستخدمها. ده الشرط الاساسي اللي عندي اللي انا اقدر استخدمه. خلاص، طيب تعال نرن هنا، رجع لي ايه؟ رجع لي جافا، رجع لي نود، رجع لي سي شارب. يبقى هنا ريليشن ما بين المديول وما بين الريكوير فانكشن اللي موجوده معايا. المديول بتقول
ان الممبر اللي اسمه جيت كورسز يقدر يستفيد من الفانكشناليتي اللي موجوده عندي اللي اسمها جيت كورسز. طب انا علشان اقدر استخدمها لازم اقول له ريكيور، وبقول له اضيف المتغير بتاعي وابدا اقول له فيرست دوت جيت كورسز وهكذا. خلاص. طيب واحد هيبدا يسالني يقول لي طب انا عندي اكتر من ميثود، دي عندي جيت كورسز وهنا مثلا جيت سيشنز، مثلا عندي اكتر من ميثود، ازاي اقدر استقبلهم في المتغير اللي اسمه فيرست؟ خلاص واقدر اشتغل عليه. خد بالك من حاجه، انا لما سميت المتغير اللي اسمه فيرست طبعا لازم اقول له، طبعا انا ممكن ببساطه ممكن ما اقولش اكسبورت، ممكن اقول على طول ميديول دوت اكسبورت اللي هي جيت كورسز براحتي زي ما انا عايز. خلاص. طيب لو انا عايز كمان ان جيت سيشنز دي تتقرا، نفس الكلام ده، هقول له فيرست، هقول له جيت، تعالى ناخد اسمها جيت ايه سيشن. طيب تعالى نبص هنا، قال لي الفيرست دوت جيت جيت كورسز از نوت ا فانكشن، ليه؟ هنخليها هنا وهقول لكم هنحل المشكله دي ازاي. هقول له دوت جيت كورسز، واقول له هنا دوت جيت سيشنز، رجع لي ايه الاثنين. خلاص. الحته الخاصه بيه لو انت جيت تقول له، طبعا يفضل ان انت تعمل الشكل ده، لو انت جيت تقول له مديول دوت جيت كورسز، مديول دوت اكسبورت جيت كورسز، تقدر تسمي ده، طبعا الفيرست ده اللي هو اسم الفايل اللي موجود معايا، يعني دايما الفيرست ده هو اسم الفايل بتاعي. بس لو انت عاوز تستخدم على قد حاجه واحده، سيبك من كل ده، هتقول له جيت كورسز على طول، هتجيب الريزلت اللي موجوده معاك. ده في حاله ان كيس ان انت هتقرر ان انت تاخد حاجه واحده، فبتقول له مديول دوت اكسبورت انا هدي لك جيت كورسز. خلاص. طيب هتسمي ال كل المديول اللي موجود عندك هيرجع في جيت كورسز، وتنادي جيت كورسز دايركت على طول. طيب في طريقه ثانيه يا جماعه ان انا ممكن استفيد بقى، انا مش كل شويه واحد اقول له مديول دوت جيت اكسبورت دوت جيت كورسز، مديول دوت اكسبورت دوت جيت سيشنز. في طريقه ثانيه. طيب انا هعدل بس الفانكشن بتاعتي بطريقه تبقى اظرف، اللي هي ايه؟ اتفقنا عن الاكسبريشن فانكشن اللي احنا كنا بنعملها، ان انا ممكن اقوم قايل لك انا ممكن اقول لك اعمل الفانكشن بالشكل ده، اللي هو مثلا فانكشن سميها جيت كورسز، نفس الحاجه صح. طيب ايه رايك بقى لما انا اقوم اخلي بدل ما اعمل ده اقوم قايل له مديول دوت اكسبورتز دوت جيت كورسز، بنفس الفكره برضو، بنفس السيجنتشر اسميها دي جيت سيشنز دايركت على طول. اوكي. طيب وبخلي طبعا ده اسم الفايل اللي موجود عندي اللي هو بتاع فيرست اللي بحط فيه المديول اللي موجود عندي. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ هتقول له والله فيرست دوت جيت كورسز، بعد كده هقول له فيرست دوت جيت سيشنز. الطريقه دي في التعامل مع المديول اظرف بكتير، ان انت ممكن تعملها وتبدا تشتغل عليها. وتعالى نبص، طلع لي نفس الريزلت. طيب في طريقه ثانيه، ان انا ممكن بدل ما اقول له النود دوت مديول، ممكن المديول دوت اكسبورت دوت جيت كورسز لو انت حاببها، خلي ده فار عادي وخلي ده فور بشكل الاكسبريشن ميثودز اللي احنا عملناها. وممكن تقوم عامل ايه؟ ممكن تقوم قايل له ان انا يا مديول دوت اكسبورتس بيساوي اوبجكت، ده اوبجكت عندي يا جماعه، هقول له ايه؟ انت عندك الاوبجكت اسمه ايه؟ جيت كورسز
بروباريتي اسمها جيت كورسز بتاخد جيت كورسز كم. ثم بعد كده عندي جيت سيشنز ده الكي وده الفاليو بتاعي. خلاص هتبدا تليست هنا كل الميثودز وكل الممبرز اللي انت عاوز تعمل لها اكسبورت جوه الاوبجكت اللي موجود مع عندك. تعال نروح ونشوف هل الكود بتاعنا هيرن. الكود بتاعنا رن بنفس الطريقه مفيش فيه اي مشكله. خلاص ده كده فكره المديول وفكره الريكور وانت بتشتغل عليهم.